يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي أحد الأصدقاء وقد توفاه الله، وله من الأطفال اثنان صغار، فهل لو خصصت مبلغا لهم في السنة أكون بذلك قد كفلتهم؟ وشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم. إذا كان ما خصصته لهم يكفيهم طول السنة قد كفلته، وإن كان يكفيهم بعض السنة لك من الأجر بقدر ما كفلتهم. نعم.